لازم تصبري عليه شوي. يعني اذا انت ما صبرتي عليه مين بده يصبر؟ انا من جهتي صابره عليه وما عندي اي مشكله، مستعده انطرك 10 سنين كمان، بس المشكله اهلي، اهلي ما عاد عندهم استعداد ينتظروا ولا لحظه. بعدين هن معهم حق، يعني هي صرنا 3 سنين مخطوبين وانت ما تحركت ولا حركه. ها هلا 3 سنين برايك كثير؟ انا بعرف عالم صاروا مخطوبين 5 سنين و6 سنين. شرفي هلا شو بدنا بغيرنا؟ نحن علينا من حالنا. بعدين انت وعدت اهلي لما خطبتني انه خلال سنتين تامن كل شيء، مزبوط ولا لا؟ شو بيعرفني؟ هيك كنت حاسب حسابي. كنت مفكر انه بهالسنتين بجهز الغرفتين اللي عنا بالبيت وبملي قرشين مصاريف جوازي. ما زبطت معي. شو بعمل يعني؟ شوفت عينك وين ما عم روح بتنسد بخلقتي. ما بعرف، بدك تدبر حالك. بعدين بصراحه اهلي عم يسمعوني على عريس جديد. عريس جديد؟ وانا انا نوها وين رحت؟ طول بالك نزار، انا ما عم اقول لك هيك مشان تعصب وتهز بدنك. انا عم حطك بصوره بس مشان تتلحلح شوي. شلون يعني بدي تلحلح شوي؟ شلون؟ هي مشكلتك مو مشكلتي. لا يا انسى، هي مشكلتنا نحن اثنين، والمفروض اصلا يكون موقفي غير هيك. شلون بقى؟ ما بعرف شلون بقى. على الاقل توقفي جنبي وتروحي تشرحي لاهلك ظروفي الصعبه. انا من هالناحيه ما عم قصر، حكيت كثير وقليل بس ما لقيت نتيجه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب انا شو اعمل بحالي؟ نوها انت بتعرفي اني انا صار لي 6 شهور بلا شغل، لك مع انه مصلحتي كانت تقص العمله قص. انت بتعرفي منيح اني انا اشطر كهربجي بالحاره، بس لا في حظ ولا في شغل، ما حدا عم يقول لي محل الكحل بعينك. طيب ليش ما بتشتغل شغل تاني؟ ليش ما بتتحرك؟ مو احسن ما تضلك قاعد وحاطط ايدك على خدك وناطر ليجي الشغل لعندك؟ ماشي الحال، لنشوف الله شو رح يخلق معي. المهم هلا انت نهى هدي لي حالك شوي واحكي لك مع اهلك كلمتين، اعطوني فرصه بركي الله بيفرج علي. ان شاء الله. شو امي؟ طمنيني، قلتي له مثل ما فهمتك؟ قلت له. وشو قال لك؟ شو بده يقول يعني؟ شلون شو بده يقول يعني؟ ان شاء الله ضل ساكت وما فتح تمه وما حكى ولا كلمه؟ لا حكى. شو قال لك؟ قال اعطوني فرصة تانية وهو رح يدبر اموره. واريدة فرص ان شاء الله، كم فرصة بدنا نعطيه؟ لكن يا عمي شو على باله؟ يلي ايديه بالمي مو مثل اللي ايديه بالنار. هو قاعد ببيت اهله ومريح حاله ورابط لي بنات العالم. يا ماما نحن كمان لازم نقدر ظروفه، طب من وين بده يجيب؟ والله اذا مو عارفان منين بده يجيب، كان من الاصل لا يتفاصح ويخطب بنات العالم. حلو، هاد اللي كان ناقصني والله. خير خير. ليش صوتكم طالع؟ تعرف مع بنتك شو عم تتفضل تحكي؟ قال بالاخير طلع الحق علينا تاري، لازم كنا نراعي ظروفه لنزار فندي. دخليك وهو ليش ما بيراعي ظروفك؟ اه يلي صار له خاطبك 3 سنين وناعك ببيت اهلك مثل مخلال وبالوعد يا كمون. هلا طولوا بالكم شوي، ليش ضايجين؟ شوفي امك معها حق، يعني الزلمه صار له خاطبك 3 سنين ولحد هلا ما تحرك ولا خطوه ايجابيه، والمفروض بقى يحس على دمه، يعني يا اما يترك يا اما يتحرك. صدقني يا بابا حكيت معه هالحكي. عظيم، وشو جاوبك؟ طلب نعطيه فرصه ثانيه. يا ستي مو مشكله، بنعطيه فرصه بس مو اكثر من شهر واحد، وساعتها لكل حادث حديث. شو امرتوني زار افندي؟ والله ما في غير نبيع المحل. وشلون طلع معك هذا الحل التاريخي؟ يا بي انت بتعرف منيح انه المحل ما عم يشتغل، ما عم نستفيد منه بنو، ومجمدين حقه على الفاضي. وشو بدك تعمل بحقه ما شاء الله عنك؟ والله عم فكر بشتري لي ميكرو بشتغل فيه على شي خط. ايه والله فكرة حلوة، ونزار معه شهادة عمومي. ها؟ وانت التانية صفيتي مع ابنك؟ ليش لا؟ ما عم يحكي شي غلط. هلا كل الغلط اللي حكاه مو غلط؟ شوفي ام نزار، انا مستحيل بيعه ولا بالشكل. ليش؟ لاني عم بشتغل فيه ومالي مستعد اقعد بالبيت بلا شغل وفرط بالمحل بلا طعمه. بس يا بابا يعني المحل مو جايب همه، لك ما في مرابح بنوب. ولو، المهم عندي شغل روح واجي عليه. بعدين انت شو دخلك؟ بس بكره الله ياخد امانته، بيعوا البيت والمحل وتصرفوا مثل ما بدكم. اما هلا بيع المحل على حياه عيني والله الله ما قالها. بعيد الشر عن قلبك، ليش هيك عم تحكي؟ لانه السيد نزار ما دعت عينه غير على المحل، وبده يحل كل مشاكله على حسابي انا. يا بابا والله مو هيك القصد، بس انا كمان مسدوده بوشي. لك والله العظيم عم بدور على شغل تاني. ادور مين ماسكك، المهم بعد عني وعن المحل الله يرضى عليك. يا بي الشغله الثانيه بدها رسمال، وانا شوفت عينك لا وراي ولا قدامي. ولك يا بابا انت لساتك شاب اول عمرك، وبكره بتلاقي 100 حل وحل. ما بدي 100،
ولك مشان الله فهموا علي، بدي حل واحد بس، بس حل واحد. شرفة طيب شرفة. لك فوت شبابك. خليك زارو. يا نعيم. عود. عود هو؟ ايه عندك. أهلا وسهلا أستاذ نعيم. أهلين أبو العز. إيه سيدي، نحن اليوم عازمين رفيقنا نزار وبدك بيضنا وشنا قدامه. تكرم عينك، تحب ننزل غدا دبري؟ ايه ما في مانع، بس مثل العادة ها، غدك وصاية. على عيني وراسي. شو يعني مثل العادة؟ أنت وياه كم مرة بالشهر بتجوا لهون؟ اسمع نعيم اسمع شو عم بيقول، قال كم مرة بالشهر بنتغدى هون؟ لك حبيبي، نحن إذا مو كل يوم نجي بنتغدى هون ما بيمشي الحال. العمى. شي مكلف كثير يا. يا سيدي عمره ما حدا يرد، ما حدا اخذ معه شيء، بقى خلينا ننبسط ونعيش ونفرفش على كيفنا. ليش شو في الدنيا غير البسط؟ اخي بدي اسالكم سؤال، يعني نحن رفقات وما رح تحسسوا مني. ولو سؤال على كيفك يا طيب. هلا يعني مصلحه تركيب الدشات ماشيه وشغاله لهالدرجه؟ منين ماشي يا حسره؟ صدقني اذا بقول لك انه ما عادت جابت همها. اصلا هي صفيانة شغلة اللي ماله شغلي. لكن منين كل هالعز والنعيم اللي عايشين فيه؟ يعني عدم المؤاخذة، سيارة هجرة ومصاري وغدك اليوم بمحل، من اين لكم هذا؟ اخي نحن بصراحة عنا شغل تاني وما لنا معتمدين على مصلحة تركيب الدشات وبس. لك اخي ها هيك حكي انت وياه من زمان. ايه يسلموا يا ابو العز، يسلموا عالديات هيك ها. يسلموا ليك. حط قال لك حط. تعال عندي. وصلنا باللحمات. امرك نعيم بيك. ما شاء الله نعيم بيك. ومن اين بصرت انت وياه بكوات؟ ايه شرف يا طيب شرف، مد ايدك على الاكل وحاجه لهينا بقى. اخي هلا انتوا الاثنين شو عم تشتغلوا؟ شو عم نشتغل يعني اعمال حره؟ يا لطيف اعمال حره. وشو الاعمال الحره بقى؟ هلا ضروري انت تعرف كل شيء. اخي مو انتوا اثنين رفقاتي بدكم تقولوا لي ما تكذبوا علي؟ يعني شو بتستفيد اذا عرفت؟ لك يا اخي بركي بدوبني من الطيب نصيب. لك هلا انا شغلي واقف وعم دور على شغل جديد، واكيد انت وياه ما رح تتخلوا عني. مزبوط، بس بجوز شغلنا ما يرضيك. لا سيدي بيرضيني، انا زلمه مستعد اشتغل شو ما كان. شو ما كان؟ ايه نعم شو ما كان. حتى لو كان الشغل مو نظيف؟ ما فهمت عليك، يعني من انو ناحيه؟ يعني احتمال يكون في شويه حرام. شوف اذا شويه معلش ها، انا ما عاد فرقت معي بنوب. المهم هلا عندي اني ضبلي كم قرش وتجوز فيه يعني واخلص من الشنطه. شو نعيم؟ خيو مو مشكله فهمه، نزار بضل واحد منا وفينا. شوف يا طيب، نحن بصراحه عم نضرب بيوت. شو يعني عم تضربوا بيوت؟ يعني ندخل على البيت وغياب اصحابه ناخذ اللي فيهم نصيب ويا دار ما دخل. يخرب بيت قلبك يعني سرقوه؟ اسمع خرب بيت قلبك، وطي صوتك، فضحتنا. لك والله العظيم كل شيء توقعته منكم انتم الجوز الا هالشغله. ايش بقى هالشغله؟ مصلحه مثلها مثل غيرها، فيها حرق اعصاب وتعب وسهر وتقصير عمر وكل شيء فيها. ايه طيب يعني بس تعب عن تعب بيفرق. هلا شو بدنا بكل هالعي؟ انت شو رايك؟ بشو؟ يعني لساتك ناوي تشتغل معنا؟ حرامي؟ لك شبك لسه بتعيدها، وطي صوتك فضحتنا. لك العمى بعينك العمى، قسما بالله بالشلة قدبها. خيو انت لا تمد ايدك ولا تسرق، نحن الانتاج علينا وانت عليك التصريف. شلون يعني؟ ايوه يعني انت بتصرف البضاعة المسروقة ونحن بنحسب لك على كل قطعة بتبيعها نسبة محترمة. نسبة محترمة؟ ايه. وانت كهربجي، يعني اذا بعت قطع كهربائية مستعملة ما حدا رح ينتبه. شو رأيك؟ يعني قطع كهربائي مسجلات وفيديو. لك ايه اخي هذي خلينا نقول هلا خلاص تكوني فكر. صب اعطيني هلا اعطيني. خلص نوها ولا يهمك، اموري كلها رح تنفرج عن قريب. شلون؟ لقيت شغل جديد ومردوده ممتاز، بقولي لاهلك يطمنوا ولا ياكلوا هم. الله يسمع منك. وشو هالشغل الجديد بقى؟ تركيب دشات. عملت ورشة أنا ورفقاتي لتركيب الدشات والصحون. إيه بس أنت من أمتى كنت تفهم بهالشغلة؟ نوها الشغلة مو صعبة، يعني أنا هلأ عم بشتغل مع رفقاتي بتجارة الريسيفرات والإبر والتلفزيونات، يعني
بدي شوي شوي بتصير ايدي خفيفة. قصدي يعني بدي قلك انه ايدي بتاخد على المصلحة وبتعلمها مزبوط. حلو كتير، وان شاء الله فيها مصاري منيح. ايه 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 فيها بإذن الله فيها. يا عيني عليك، هلأ طمنتني. شو رأيك هلأ بكيس بوشار؟ حلوان الشغل الجديد. بالله هلأ بدك تمرق لي اياها بكيس بوشار؟ والله ما برضى إلا بكاستين بوزة. ايه مو تكرم عينيك، قومي يلا. قومي نشتري بوزة. نعيم نعيم. ايه بيت الجمنة ما فيه حدا، صحابه مسافرين بالخليج. بالله هذا عز الطلب، منفوت وبنطلع وبحدا بحس علينا. بس كيف بدنا ندخل؟ شلون كيف بنقطع جنينة على شباك المطبخ؟ الا كل مسا بنقعد بنرسم الخطة. سمعني هلا، شو شباب شو صار معكم؟ كل خير كل خير اخي. شو بدي اقول لك، امر استرا بدك يا معلوم؟ طبعا بدي اياه. ايه ماشي اصلح حال. عادل بالله خذ الصحن شوي لفوق لفوق وعلى اليمين. ايه لحظه شوي زبط، كمان كمان على اليمين. ماشي الحال، اذا عزتوا شيء انا جوا. مرحبا حبيبي. اهلا يا شباب، اللي عم يرتبوا لكم الستلايت. اي لكم شكرا. اهلا لك. هيني جار، شو عرفوا انه نحن هون؟ انا قلت له. مرحبا شباب. ايه زوز. ايه طيب نعيم، شلونك؟ شلون الشغل؟ ممتاز بياخد العقل. تعال اقول لك، اليوم صرفت واحد ديجيتال وواحد عادي. الفيسبون وصاني على تلفزيون 25 بوصة. منيح. حواليكم شيء؟ هلا لا، بس بهالكم يوم عنا صفقة جديدة، بلكي منلاقي له طلبه. خيو صفقة جديدة، صفقة قديمة ما بعرف، المهم تدبروا لنا واحد لأنه وعدنا الزبون يعني ما حلو ابنه. لك يا حبيبي شو الشغلة بإيدنا؟ نحن إذا طلع بوشنا تلفزيون 25 بوصة ننتع لك يا. هلا أنت ادعينا وما عليك. لك الله يوفقكم يا رب. آمين. عادل ثبت ثبت بعض. لاط يا والله دعواتك مستجابة يا أبو الزوزة، مشان تعرف إني مو قليل عند ربي بنوت. أخي فهم علي، أنا بجيب لك السوزوكية بصفها على حيط الجنينة. أيه. أنت بتنط لجوات الجنينة وبتنشر حديد شباك المطبخ. بكون عبر أقلك الطريق يمين ويسار، أول ما أحس على حركة هيك أو هيك دخل بضوي لك بالضو ومنفكها. حلو، وانا متى ما انفتح معي الشباك بعطيك اشارتين بالبيل مشان تلحقني لجوا. عظيم كتير، هيك بندخل ومنقش اللي فيه النصيب ومنحمل بالسوزوكي ويا دار ما دخلت شر. اقول لك شغلتنا بسيطه يا زلمه، ما بتصور تاخد اكتر من ابو ساعد زمان. المهم امتى التنفيذ؟ بكره الساعه 2 بالليل، فجهز لي حالك وقوي لي اعصابك. انا دائما جاهز وقوي ومستني ساعه الصفر. ايه عبال ما نزار تاخد اجره على هالشغله ويشترك معنا. اي والله امين يا رب، والله دايم الدوم بدعيله من جوات قلبي. والله اخ طيب يستاهل. ايه دخيلك شو قلبك طيب. لك ضو عم يعيش عيل بجنينة بيت القرنقوطي. ايه وشو يعني؟ شلون شو يعني؟ هدول الجماعة مسافرين بالخليج، البيت فاضي ما في حدا، معناتها هدول حرامية ما في كلام. يا لطيف شو خيالك واسع، كله من الأفلام البوليسية اللي عم تشوفها بنصاص الليالي. لك أنو أفلام هاي؟ عم قال لك ضو عم يطلع من قلب البيت. هلا إذا كان طلع ضو صغير ببيت بيكون في حرامية؟ لك هاد شو بده يكون يعني؟ أنا رح أخبر الشرطة. لك شو بدك بوجعة هالراس؟ بعدين بكي طلعت القصة ما لها أساس، شو رح يكون موقفك؟ احتياط واجب يا مرة، ما لي خسران شي.
الو مرحبا، مخفر الشرطة؟ يعطيكم العافية. إذا سمحت بدي بلغ عن بيت عم ينسرق. العنوان شارع المدحلة. شلون؟ متابع لكم. طيب عدم المؤاخذة، أعطيني رقم قسم المدحلة إذا ممكن. شكرا أخي. شكرا. مرحبا أخي، بدي بلغ عن بيت عم ينسرق. وين العنوان؟ طيب لحظة لنسجله. وين القلم؟ وهي القلم. ألو، وين قلت لي العنوان؟ أيوه نعم. أيوه. طيب شو عرفك من البيت عم ينسرق؟ ها؟ شفت ضو جوات البيت؟ وشو الغريب بالموضوع؟ عم اقول لك اهل البيت مو هون بالخليج. طيب بلكي اعطيني مفتاح لحدا من قرايبينهم. ايه شو بده يجيب هالحدا على البيت الساعه 2 بالليل؟ الشغله اكيد فيها إنا. شوف يا اخ، اذا مالك متاكد انه فيها إنا، الله يرضى عليك لا تزعجنا. الشباب نايمين وما في داعي نفيقهم نزعجهم. لا يا سيدي انا متاكد. طيب ماشي الحال، اعطيني اسمك وعنوانك ورقم هويتك. ايوه طيب. طيب شكرا يا اخ، يعطيك العافيه، مع السلامه. يا نورس، نورس امرك سيدي. روح فيق الشباب بسرعه، نطلع دوبيه. يلا بسرعه على الشغل. حاضر سيدي. بسرعة خلينا نزق الأغراض للسيارة قبل ما حدا ينتبه علينا. يلا يلا شو عم ساوي أنا؟ خلصني. يلا هم شفتي؟ ها طلع الضوء مرة تانية، شفتي؟ منين بده يطلع الضوء إذا ما في حرامية؟ منين؟ طيب وين الشرطة؟ مو أنت خبرته؟ بلا خبرته، شو صار لي نص ساعة عم خبرهم بس ما حلون يصلوا. اطلع صلاح. شو صار معك؟ شو عرفني؟ لك شرطة شو صار بالذيل؟ عندك سوياء؟ واحد سوياء لا عندك. فوق. أمس. نعم سوياء. بس لا تيجي تحت السيارة. هذا سيدي. جزء السوزوكي هاي. سرعة. هاي السوزوكي مو لنا سيدي. راس. راس التامي. راس بلاك. أول بلاك. يلا. سرعة. طاب. شلون؟ مكمشت العصابة، لولاي أنا ما كانوا مكمشوا. بس مشان الله مفيد لا تحكي هالحكي قدام حدا. إيه بركي طلع لهم شركاء، لك بيجوا بينتقموا منا. هون حفرنا وهون طمرنا، مثل ما عم أقول لك، فهمت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، كل شيء توقعته إلا يطلع هالشيء من نزار، هذا اللي ما كنت حاسب حسابه أبداً. أنا ماني مصدقة هالحكي أبداً. ابني نزار ما دخله، ابني وبعرفه، بيأمر ما مد إيده على الحرام. ما دخله؟ شلون ما دخلوا؟ وهو اللي اعترف بعظمة لسانه انه كان يصرف له البضاعة المسروعة. اكيد رفقاته ضحكوا عليه. طبعا اكيد، لانه نزار سمعت رفقاته مو منيحة بنوب، وياما قلنا له يبعد عنه، بس ما كان يسمع. لا فضيحتنا قدام اهل الحارة، بكره اذا طلع الخبر رح يصير على كل لسان. وكيف بده يطلع؟ اذا نحن ما حكينا ما حدا رح يدرى. طيب اذا سألونا الناس عن اخوك، شو بدنا نقول لهم؟ بنقول انه موقف بالسجن، بس مو ضروري نحكي عن السرقة. منقول مثلا انه استعار سيارة رفيقه دعس فيها زلمة، يعني بتضل هيك قصة اهون من قصة تصريف المسروقات. معك حق يا هيفاء، حاكم مو ناقصنا فضايح لاخر زمن، وما بده يطلع علينا هيك صيت. واخوك لساته بأول عمره، هيك قصة ممكن تدمر له مستقبله. منشان هيك ما لازم نحكي ابدا. ها انا بكره بزور رئيس المخفر مشان خلي التحقيق والضبط ضيق كتمان. من هلا قامتي عليه؟ قال بيكون عم ياكل قتله ويفرق. لا طمني، ما راح ياكل قتل لانه اعترف دغري وما لبكم بالتحقيق ابدا. ايه
شو يا بنتي؟ ما عرفتي ليش خطيبك موقوف؟ قال كان مستعير سيارة رفيقه ودعس فيها زلمة. ها؟ وإن شاء الله الزلمة ما صار له شيء. تقاضى شوي، بس ما كان يرضى يتنازل عن حقه. يعني قديش بيضل موقوف؟ لسه لحد هلا مو مبين. ايه خير ان شاء الله. اسمع انت وياه، هلا وقت التصوير ما بدي حدا يتفاصح، كل واحد بيجاوب على قد سؤاله بس، وعيونكم بتضل بالارض. امرك استاذ ايمن. شو هي استاذ ايمن؟ شو انت ابن دورتي؟ اوعى حدا ينادي لي استاذ اثناء التصوير. شو بدنا ننادي لك لكان؟ لا تنادوا لي شيء. قولوا لي سيدي وبس، بقلكم على السؤال تقولوا لي امرك سيدي، حاضر سيدي سيدي سيدي، خلوها مسمحه بلسانكم. امرك سيدي. يلا لشوف، وقفوا. واقف واقف انت وياه. واوعى حدا يطلع بالكاميرا. بدي الندم يبان على وجوهكم ويشر من عيونكم الشرير. مفهوم؟ امرك سيدي. ماشي الحال. استاذ هشام، انا جاهز. جاهز انت؟ جاهز سيدي. اعزائي المشاهدين، مهما حاول المجرم الهروب من وجه العدالة، ومهما حاول الاختفاء والتخفي، ومهما حاول تضليل رجال القانون، فلا بد له من أن يقع في قبضة العدالة عاجلا أم آجلا، لأن طريق الشر نهايته وخيمة وعاقبته شديدة. أعزائي المشاهدين، في حلقة اليوم من برنامج العين الزاهرة، ثلاثة شبان كالورود اليانعة في عز تفتحها، ثلاثة شبان في ريحان الشباب والفتوة، ولكن للأسف الشديد اختار هؤلاء الشبان طريق الانحراف سبيلا ضاربين عرض الحائط بكل قيم ومفاهيم ومبادئ هذا المجتمع، فشكلوا عصابة هدفها السرقة والنهب والسلب وإقلاق راحة المواطنين، لكن يد العدالة كانت لهم بالمرصاد وتمكنت من إلقاء القبض عليهم بأسرع وقت ممكن. شو اسمك انت؟ عادل. انت يا عادل رئيس العصابة ولا حدا تاني؟ انا هو سيدي. شو يا سيدي؟ شو عايش انت بين تجار الحريقة ولا البزورية؟ بتقول سيدي. انا هو سيدي. استاذ هشام خلينا نعيدها، الله يخليك، خلينا نعيدها. ماشي الحال. جاهز؟ انت رئيس العصابة ولا حدا تاني؟ انا هو سيدي. انت بالاساس شو بتشتغل؟ بركب دشات سيدي. منيح منيح على المصلحة. ليش السرقة لكان؟ سيدي الشيطان شاطر. ها الشيطان شاطر، ما شاء الله. كان كلكم هيك بس توقعوا وتحكوا هالحكي. اللي رشوف ندمان؟ ندمان كتير سيدي، وشوي تاني رح عض اصابيعي ندم. طيب انتو ما حسبتوا حساب لهاللحظة ولا مفكرين حالكم شاطرين وما رح توقعوا؟ هذا اللي صار سيدي. طيب هلأ وانت بهالموقف المهين هاد والناس كلها عم تشوفك، شو بتوجه كلمة للصوص المبتدئين يلي لساتهم على اول الطريق؟ بقول لهم كلمة واحدة، انه بلالكم هالطريق لانه هي اخرته، ومهما كان اللص حربوه وزكي الا ما يوقع بالنهاية. انت شو اسمك؟ نعيم سيدي. يا نعيم، انت اللي نشرت شباك الحديد لحتى تقدروا تفوتوا على البيت، ما هيك؟ اي نعم سيدي. يعني لو مستخدم ذكائك بطريق تاني ما كان احسن لك؟ ما بظن سيدي. شلون ما بظن؟ اللي لشوف، ندمان انت ولا مالك ندمان؟ لا والله مو ندمان يا سيدي. شلون يخرب يخرب بيتك؟ معلش يا استاذ هشام، لك انا ما قلت لك بالبروفه بتقول ندمان؟ شو بقى؟ معلش استاذ هشام خليك متابع بالتصوير، منشيلها بالمونتاج. يعني لو مستخدم ذكائك هاد بطريق تاني ما كان احسن لك؟ ما بظن سيدي. شلون ما بظن؟ اللي لشوف، ندمان انت ولا مالك ندمان؟ ندمان سيدي. اللي لشوف، مصاري السرقات وين عم تروحوا فيها؟ عم نصرفهم سيدي على المطاعم والسيارات والملذات سيدي. يعني ضروري تسرقوا لتتزهرموا بالمطاعم وتتمتعوا بالملذات؟ بعدك لشوف، بعد. قرب انت لهون، قرب. يا على قامتي، هذا نزار؟ لا
حول ولا قوة إلا بالله. ضروري هالفضيحة يعني؟ اللي نشوف. أنت شلون انضميت العصابة؟ أنا ما دخلني بالعصابة سيدي. شلون ما دخلك؟ والأجهزة المسروقة اللي كنت عم تبيعها؟ أنا ما بعت غير بس كم جهاز، يعني أنا ما سرقت ولا دخلت على بيت حدا سيدي. نفس الشيء، هي مثل هي. اللي نشوف. أنت شو كنت تشتغل؟ كهربجي سيدي. إيش بدك أحسن من هيك؟ مصلحتك بطالع ذهب أحمر، ضروري تنحرف؟ كان شغلي شوي دائر سيدي. هذا مو مبرر أبدا، بالفعل عذر أقرح من ذنب. اللي لشوف، أنت ندمان ولا مالك ندمان؟ معلوم ندمان سيدي. أنا ما بتمنى هيك موقف حتى لعدوي. وشو بتقول كلمة أخيرة؟ بتمنى أهلي سامحوني. صحيح أنا غلطت بس هي ليكني عم بدفع تمن غلطتي. إن شاء الله ما عاد بتتكرر بنوب آخر مرة سيدي. العامة قديش هالناس مخباية بتيابة، كان شي توقعنا إلا أنه يطلع حرامي بالآخير. يا لطيف أمي، إن شاء الله حاجة. خلص بقى، خفي عليها شوية أمنها، اللي فيها مكفيها. بالله ليش شو اللي فيها؟ هذا بدل ما تفرح وتزلغت لأنه كشف على حقيقته قبل ما يصير شيء. يا حبيبي يا حبيبي، قديش كانت فضيحة حلوة قدام العالم لو متجوزة البني آدم. شو بنا؟ قلنا لك على مهلك على البنت. انت اسكت، اصلا كله منك. اعزائي المشاهدين العين الساهرة، نلتقي الآن مع احد ابطال عملية القبض على عصابة اللصوص التي تحدثنا عنها. ممكن تشرح للجمهور الكريم كيف تم إلقاء القبض على العصابة المذكورة؟ في البداية شكراً لكم ولاهتمامكم. نورس. نعم سيدي. بينما كنا طالعين دورية اعتيادية مؤللة يومية، لفت نظري ضوء منبثق من أحد البيوت يلي نحن بنعرف مسبقاً أنه أصحابها خارج البلد. نعم. معقولة ما جابوا سيرتي منه؟ مع انه انا اللي شفت الضو وخبرت الشرطة. بجوز قصدا عاملين هيك مشان ما تطلع العصابة وتنتقم منك. وشو بدي يعرف الناس انه انا اللي كشفت العصابة وكمشتها؟ يا سيدي بلا ما يعرفوا، خليك جندي مجهول. المهم فرضنا حصار على البناية وعملنا طوق امني محكم على الحارة كلها، ومباشرة استدعيت رجال المهمات الخاصة لأنه العصابة كتير كانت خطرة ومسلحة بكل أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، وتمركزت بمداخل أحد البنايات، وبعدين اتوجهوا على أسطوح البناية وصار تبادل إطلاق نار بيننا وبينهم. ما معقول نهائيا، بس رجال المهمات الخاصة قدروا يتعربشوا على حيط البناية ووصلوا للأسطوح وبلشوا بالقنابل المسيلة للدموع وقنابل الغازات والقنابل اليدوية والقنابل المضيئة، وبنفس الوقت اجوا رجال العناكب وبلشوا يتعربشوا كمان على الحيطان معهم لحتى وصلوا على درج البناية، وبهداك الوقت تماما علقت العصابة بين فكين كماشي. رجال المهمات الخاصة من طرف، ورجال العناكب البشرية من طرف، ورجالنا البواسل من طرف. وبعدين تم إلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاؤهم العادل لقاء ما اقترفت أياديهم من جرائم واستهتار وعبث بأرواح وممتلكات المواطنين. ونحن إذ نهيب بالإخوة المواطنين بأننا سنبقى العين الساهرة واليد الحانية التي ترعى أمن المواطن وطمأنينته، وشكرا لكم. أهلين أبو نزار. أهلين. الله يصلحه ابنك نزار على العملة. يا لطيف يا لطيف، شو زلنا عليه مبارح لما شفناه هو عم يبكي على التلفزيون؟ خود جل يدول لو سمحت. دخلها حاكموه لما لسه
وقديش قيمة المسروقات؟ كتار يا ترى؟ ما شفت الحلقة على التلفزيون؟ مبلا مبلا شفتها، أهل الحارة كلهم شافوها. لكن ليش عم تسأل؟ عم نطمن أبو نزار، شبنا؟ بيضل نزار ابن حارتنا وما بيهون علينا إنه ينحرف وينضم لهيك عصابة. كتر خيرك أخي، زينة اللي بيدك لبين ما تجيب اللحمة. خيرك سيدي. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. أهلين عمي ابن نزار. أعطينا نص كيلو موزات لو سمحت. مو على عيني. دخلاق؟ نعم. هلا هذا اللي طلع امبارح ببرنامج العين الساهرة مو ابنك؟ ما شفت البرنامج. شو هالحكي؟ شلون بتروع على حالك هيك برنامج وابنك طالع فيه؟ شو الظاهر ما خبروكم بوقت البرنامج؟ هلا ما عندك غير القصة تحكي فيها؟ ليش شو حكينا عمي؟ عن إذنك أخي. وينك نزار؟ ونص كيلو الموزات؟ خليهم لك، عمل فيهم شاكرية. طولي بالك لك بنتي، اللي ببيعك بالفور بيعيب القشور. خير، شوفي كمان خطيبة لهيفاء بطل عنها. شو السبب؟ قال ما عنده استعداد يتجوز وحدة أخوها حرامي وعم يطالعوه بالتلفزيون. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو عمل الصبي اللي حتعملوا فيه هيك؟ كله لأنه باع كم جهاز مسروق؟ بيستاهل هيك فضيحة؟ والناس اللي عم تسرب عز دين نهار بالملايين والمليارات ما عم نشوف منه الحد على التلفزيون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخطأ ما اختلفنا، حبسوه عاقبوه وخليه ياخد جزاته، بس ما تنزعوا سمعته وبتوضوا على مستقبله. علي بالله رح يعيش طول عمره مشبوه ومغضوب عليه. لا تحرك، فكرك رح تقدر تهرب مني؟ وين رايح بالعجقة؟ وين؟ وقف هون، إلزم مكانك. أعزائي مشاهدي العين الساهرة، يسرنا أن نلتقي مع العم أبو نزار أبونا الحرامي يلي طلعناه الشهر الماضي بالحلقة الماضية. أبو نزار، ممكن تحكي لنا شوي عن ابنك؟ شو بدي أحكي؟ عن طفولته ورافقته، يعني كيف كان يضحك، كيف كان يلعب، كيف كان يسرق. يا ترى هو صغير كان عنده هالميول؟ لانه في اطفال بتحب تسرق لعب رفقاتها. لا لا، نزار عمره ما مد ايده على اغراض غيره. طيب يا ترى بتشك بشي ناحيه وراثيه بالموضوع؟ كيف يعني؟ يعني ممكن يكون طبع السرقه اخذه بالوراثه، عدم مؤاخذه، في شيء حرامي بالعيله من ناحيه الاب او الام، مو بالضروره انتم طبعا، بس ممكن يكون حدا من اخواله، حدا من عمامه. لك حاجه بقى، يخرب بيتك فضحتنا، عيلتنا كلها شرفها وما مدينا عيننا الحرام. لا بس يا اخي بس، نحن طالعين على الهواء. وان شان تطلعوا على الهواء، ناكل من وراكم هواء. اعزائي المشاهدين، الى اللقاء في الحلقه القادمه مع ابو نزار وابنه الحرامي. لا، عائلتنا كلها شرفة. لا أبو حرامي ولا جده حرامي. لا أبو حرامي ولا جده حرامي. أبو نزار، أبو نزار، شوفي شوفي وين المذيع؟ أنا مذيع. يمكن كنت شايف منام مزعج. قديش الساعة صارت؟ صارت الساعة واحدة. وليش ما فيقتيني إلا لهلأ؟ يعني شوفي وراك المحل وبعته، لا وراك ولا قدامك. إيه صحيح، تذكرت انه بعت المحل وما عاد عندي دوام. اصبح لك كان الحقني على ارض ديار مشان نشرب القهوه سوا. يلا لاحق. ما قلت لي ابو نزار شو ناوي تعمل بحق المحل؟ راح اشتري مكره مشان يشتغل علي نزار بس يطلع من السجن. ولي على قامتي عليه؟ قديش بيكون تمرمط بهالسجن؟ يلا هاني كلها جمعتين وبيطلع. يعني بيقدر يشتغل على الميكرو؟
المحامي قال بيقدر لأنه عقوبته مخففة وما جردوه من حقوقه المدنية. الحمد لله طمنتني، إن شاء الله بيطلع من السجن وفوراً بيلاقي شغل. أم نزار لازم تلاقي له عروس بنت حلال، خليه ينستر وينضب ويلتفت لشغله. قلتك في حدا بيعطينا؟ وليش لحتى ما يعطونا؟ يعني بعد هالبهدلة والطلعة على التلفزيون مع النجمية والحرامية. من هالناحية لا تاكلي هم، الناس نسيت القصة وما عاد حكوا فيها، بعدين ابننا غلط ونال جزاء ومو أول واحد بيغلط بهالدنيا. أصبح لكان من بكرة إن شاء الله رح دور له على عروس، بركي إن شاء الله بحس هيك بالمسؤولية وبينضب وبيستر حاله. إيه والله يا أم نزار ما بدي وافي أبدا، فعلا لازم يطلع يلاقي كل أموره جاهزة. ايه شو في؟ قصة اخي نزار طالع بحكم العدالة وكل الجيران عم تسمع عليها. لا حول ولا قوة الا بالله. يا خوف بكره يساووا عليه مسلسل 30 حلقة. فضحت يا ابو نزار، ثبتت لفظي يا ابو نزار.